السلام عليكم البنات، مرحبا بكم اليوم معايا في هذا الفيديو اللي كنتمنى انه يلقاكم كاملات ان شاء الله بخير وعلى خير. اولا شكرا لكم بزاف على الكلمات ديالكم زوينين على اي حاجه كتجي من عندكم. في هذا الفيديو غادي نقاد بسكوي للدراري الصغار، كيجي غزال كيجي فن كيجي مقرمش. نخليكم مع الفيديو اللي كنتمنى انه يعجبكم وفرجه ممتعه. نبداو بالمقادير على بركه الله. عندي فانيا وجوج خمارات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، 4 ديال البيضات، لي زيست ديال الحامضه، والدقيق ما بين 700 غرام حتى 800 غرام، يعني على حساب البيض واش كبير ولا صغير. من بعد ما درت البيض غادي نزيد عليه الفانيا وسنيده ونضرب مزيان، يعني الطريقه غتكون بحال ديال الكيكه عاديه، الفرق اللي كاين في الكميه ديال الدقيق. Thank you.
كتلاحظوا هنا انا راه ماشي كنعجن، غير كنجمع يعني غير كنحاول نجمع بيدي بصبيعاتي وصافي، ما خصهاش تدلك لان الا بقينا كندلكوا فيها غادي خصنا دقيق اكثر. لصق يعني اللي بغا دير وحده على وحده راه ممكن تيجي بحال ديال الزنقه تلصقوا بالكراميل ولا اي حاجه، كيجي في لوغو بحالو تماما يعني ماشي كنشكر فيه ولكن غادي تجربوه ان شاء الله وغادي تشوفوا. وكتجي حتى ديك التقرميشه يعني ملي كنقسمها هذيك الحبه كيجي بحالو كما قلت قبل. كما كتشوفوا هنا انا هنا راه ما درتوش غليظ بزاف، ها البسكوي ديالي من بعد ما وجد كما كتشوفوا يعني راه كيجي مزيان. وهكا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو اللي كنتمنى انه يكون عجبكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد الى بقينا في الحياه طبعا، وبسلامه عليكم.